ازاي ابن الاهلي يروح يمرن في نادي الزمالك؟ لان الناس كانت واقفه لك على البوابه بتاعت نادي الزمالك اذا كان حصل ورحت. والله بص يا كابتن ابراهيم، يعني كل واحد حر في ارائه، لكن النهارده الناس لازم تبقى خلاص تواكب العصر وتواكب الاحتراف. الاحتراف دلوقتي اوكي، الانتماء حاجه جميله وعايزه علينا كلنا. كان انا راجل كنت لعبت النادي الاهلي يمكن وانا صغير لغايه ما بقيت جون النادي الاهلي الفريق الاول يمكن 17 سنه، ونادي اعتز طبعا بانتماء النادي الاهلي. لكن النهارده انت بتشتغل فالشغل لابد ان فيه يبقى الاحتراف. النهارده اي مدرب بقى لعب في اي نادي المفروض ما يدربش غير في النادي ده، ان خلاص يبقى كل مدرب كل نادي ليه مدربين وكلام. لكن انا بتكلم والله، هو كل واحد حر في كلامه. انا النهارده راجل بشتغل مع كابتن ايهاب، ويمكن لو اتعرض عليه اي نادي في اي، طبعا الراجل لو هو خلاص اتفق وقناعته وكلام من ده ومصر على جهازه، فانا ما فيش مشكله ان انا يعني اشتغل في اي حته، لان انت النهارده بيبقى انتمائك لعملك. اي مدرب في العالم عايز ينجح، حتى لو عكس، مش هقول انتمائه، عكس النادي اللي كان بيلعب فيه. بدليل احنا شفنا مدربين كتير جدا بالظبط عايز تنجح، لان في الاول وفي الاخر يعني انا مثلا كنت بلعب في النادي الاهلي، طبعا بقول لك اعتز جدا بالانتماء، لكن مسكت المقاس وكنت بنافس الاهلي على الدوري، وكنت عايز اخد الدوري، وكنت عايز اكسب الاهلي في الماتشين. انا شغلي انا النهارده بتنتمي لشغلي، والجمهور ما زعلش من الكلام ده. لان طب انت الناحيه الثانيه تقبل مثلا انه مدرب حراس مرمى زملكاوي يدخل النادي الاهلي؟ ايه المشكله؟ النهارده المدرب ده بيدخل ايه؟ هل علاقه ولا المستوى؟ لا علاقه، مفيش النهارده بالنسبه للاهلي والزمالك تحديدا ما فيهاش علاقات. النهارده الجهاز الفني لو جه، اي جهاز فني بيروح باي مدير فني بيروح بجهازه عشان تضمن له ان هو يبقى ده الجهاز اللي هو منسجم معاه واللي فاهمين بعض. يعني النهارده على سبيل المثال احنا بقول لحضرتك دلوقتي من شويه احنا بنلعب بطريقه لعب معينه، انا كمدرب حراس مرمى لازم اعرف الطريقه دي، ولازم اعرف انا ايه دوري في وابقى مقتنع وقاعد مع المدرب بتاعي يعني. فبالظبط كده، لان بنقعد نتكلم مع كابتن ايهاب هنشتغل بكذا وهنبتدي من كذا، وحتى قبل المباريات انا ببقى عارف احنا هنعمل ايه، فبالتالي ببتدي اعد جواني للشغل ده. فهو فعلا العمليه مش حب وكره، ان المدرب ده بيحب المدير الفني ده بيحب مدرب حراس المرمى ده او لا، هو شغل وعمل. هو النهارده كابتن ايهاب يعني يمكن قالها لي في فتره من الفترات، جانا يعني كنا بنتكلم كده، قال لي انا ما شغلش اصحابي معايا، يعني انا المفروض النهارده لو مش مقتنع بيك مش هشتغل معايا. فهي الموضوع الكفاءه والعمل، هو ده النهارده انت عايز تنجح في اي حته. يعني لما احنا النهارده الكابتن الجوهري الله يرحمه مسك النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي ودرب نادي الزمالك، خد معاهم السوبر وخد معاهم اعتقد الدوري وكاس مصر. هولمان مسك النادي الاهلي وجي مسك الزمالك. كابتن حسام حسن لعب في الاهلي ومسك الزمالك ولعب، يعني هي الامور الانتماء للجمهور، جمهور فعلا بينتمي النادي معاه. لكن المدربين المفروض ما ينتميش بعد ما يدخل في الكارير العمل والتدريب، خلاص انت النهارده بتنتمي لعملك. النادي اللي بتمسكه عايزه يبقى احسن نادي، وعايز تاخد بيه كل البطولات حتى لو بتلاعب نادي كنت بتلعب فيه. كانت قريبه جدا، كان التعاقد قريب جدا من نادي الزمالك قبل ماتش اهلي طرابلس صح؟ والله يمكن حصل كلام في الفترة دي طبعا، والكابتن كان يعني اعتقد ان هو كان شبه موافق يعني ممكن كان في كلام من الكلام من ده. لكن انا والله زي ما بقول لحضرتك انا دايما ما بحاولش اتكلم مع كابتن ايهاب في الكلام ده، لان هو الراجل يمكن هو المدير الفني وهو رئيس الجهاز. هو لما بيكون في حاجه واستقر عليها بيتكلم معايا، يمكن انا وكان كابتن حمد طبعا المدرب العام، لكن انا ما بحاولش ان انا اسال في حاجات، لان هو الراجل يعني ليه الحريه المطلقه في ان هو العروض اللي تجيله يدرسها كويس وبعد كده بيرجع يقول لنا ان احنا ناس شغالين معاه في الاستاف معاه، بياخد راينا، لكن هو برده قراره الاول والاخير ليه. فعشان كده انا ما بحاولش اتطرق للمواضيع دي ولا اسال فيها، لكن بعرف ممكن فكره عامه او زي ما بشوف على في الميديا والكلام من ده بعرفه. فهي حته ان الناس بقى تبتدي تقول اصل مصطفى كمال كذا وكذا، خلاص حر، ده رايه الشخصي. اذا كان بقى بيخاطب ما زعلتش وانت بتسمع نجوم زمايلك برضو هم كانوا زملوك في الملاعب بس من نادي الزمالك، وهم بيقولوا لا ما يخشش مصطفى كمال. والله طبعا ما يخشش ايهاب جلال النادي، يعني طبعا انا زعلت. زعلت ما يخشش ويخش، دي هي المفروض مش بتاعته. لكن اذا كان هو بيقولها عشان يكسب من وراها حاجه معينه في ناديه، خلاص هو حر، كل شخصيه بتتكلم. لان في برضه ناس كتير جدا اعتقد لعيبه في نادي الزمالك كلمت وقالت والله لو الكابتن ايهاب جه وعايز ويجي بجهازه ده هو ليه مطلق الحريه، لان هو ده الجهاز اللي وفر له النجاح، فيبقى هو حر. ففي ناس قالت كده وفي ناس قالت كده، فانا بقول لحضرتك كل واحد بيتكلم او بيطلع كلام من جواه بالتاكيد هو ممكن يكون ده رايه الشخصي، هو حر فيه ويحترم، وممكن يكون هو بيقول الكلام ده عشان يكسب من وراء رايه ده مكسب خاص في ناديه، برضه هو حر ودي شخصيته. فهي كل شخصيه اعتقد الناس بتقدر تحكم على الشخصيات بالصوره اللي هي شايفاها وبالتاريخ اللي هو كان لعيب او بالموقف اللي هو دلوقتي فيه
فاعتقد ان الناس هي القادره على الحكم على الكلام اللي بيطلع من كل نجم او من كل مسؤول.